أكثر من 40 غارة جوية اليوم شنتها المقاتلات الروسية على الغوطة الشرقية، على مدن وبلدات الغوطة الشرقية هنا في مدينة سقبة. الدفاع المدني ما زال ينتشل الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض. اليوم كان هو الأعنف على الريف الدمشقي، كان نصيب دوما أكثر من 13 غارة جوية استشهد على أسرها أطفال وجرح العشرات، أيضا في منطقة جوبر وكفر بطنة ومدينة حموريا. جميع هذه البلدات اليوم تعرضت إلى القصف بالطيران الروسي الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين، كما تشاهدون صور الدمار الحاصلة في هذا المكان أثر استهداف مناطق ومنازل المدنيين بالغارات الفراغية والغارات الارتجاجية التي تسبب الدمار الهائل في المناطق السكنية. والله دمار اجتياح، يعني اللي شفناه اليوم بهاليومين من امبارح واليوم ما شفناه من اول الثوره لهلا، ضرب يعني بقسوه. شو اللي عم يصير ما بنعرف، لا حول ولا قوه الا بالله. وشوفت عينكم المنظر، بيرجيكم شو اللي عم يصير. هي شوفت عينكم ضرب وحريق وعالم تحت الانقاض عم نطالع، ما شو بدنا نعمل؟ الله يصطفل فيهم، الحمد لله على كل شيء. بس نتمنى نعرف انه شو له عنا باراضينا، لحتى عم يضربنا بهالقصف هاد، شو له عنا؟ شو له عند اطفالنا واولادنا؟ نحن جماعه مدنيه هون يا جماعه. يا ايها العالم يلي عم تسمع صوتي، نحن مدنيه هون، نحن هون سكن، اهل عوائل مدنيه يا اخي، نحن هون، ليش عم يقصفنا العدوان الروسي؟ شو له عندنا؟ شو عملنا له نحن يا اخي؟ تم اليوم مثل ما شايفين نحن هلا دمرت هالبيوت، راحت الاطفال، راحت النساء، راحت الشيوخ، ولله الحمد الطبيه عنا مليانه جرحى، مغسل الشهداء في عنا شهداء، والحمد لله مثل ما شايفين وتم حريق، وهلا تم اخماد الحريق هون. الله يعطيهم العافيه جماعه الدفاع المدني، الله يبارك فيكم وفيهم، والحمد لله رب العالمين. نحن ما بدنا اغاثه ولا بدنا تدخلونا إغاثات، نحن بدنا توقفوا القتال عنا يا أخي. عشرات الغارات وعشرات الشهداء والجرحى سقطوا هنا في الغوطة الشرقية أثر الغارات الروسية العنيفة. اليوم توقفت المدارس في جميع الغوطة الشرقية حتى إشعار آخر. اليوم شوارع الغوطة باتت فارغة بسبب القصف الذي لم يهدأ منذ أمس حتى هذه اللحظة. لأورينت نيوز هادي المنجد، غوطة دمشق، مدينة سقبة.